مرحبا يا شباب، نكاد نصل، لكننا نعبر فوق جزيرة صغيرة قريبة من مثلث برمودا. أوه، مثلث برمودا، أتمنى ألا نختفي. ما كان هذا؟ عاصفة كهربائية فقط، يجب أن أعود إلى قمرة القيادة. اربطوا الأحزمة، اتفقنا؟ انظروا إلى البرق، لونه وردي. مثلث برمودا، صدقوني. يبدو أنك تشاهد الكثير من الأفلام، إنها مجرد عاصفة. أبي، لا أستطيع أن ألتقط أي إشارة على هاتفي. لما لا تجرب المكان فوق؟ قد تلتقط إشارة. أنا سأتفقد المحرك، لكن اسمعوا، لا تذهبوا بعيدا. حسنا أبي، نراك لاحقا. هيا يا شباب. شباب، تعالوا إلى هنا، انظروا، إنهم يشبهون القراصنة. لا، أنا أعرف، هذا موقع تصوير فيلم، فلنذهب ونرى. هيا. شارفت المهمة على النهاية. لحظة، إنهم صبية. من أنتم؟ أنا منصور، وهؤلاء أصدقائي عبيد وسالم. أنتم تصورون فيلماً؟ فيلماً؟ وما هو الفيلم؟ يعني فيلم مثل هذا. هل رأيت هذا؟ إنه أمر رائع بالفعل. ما هذا؟ إن هذا الفتى يحتجز أشخاصاً صغاراً في هذه العلبة. ما هي مشكلتهم؟ يا جبل، اربط القارب. اسمي سندباد. سندباد؟ أي مثل سندباد البحار؟ البحار، المغامر، البطل، في خدمتكم. هل يعرف أحدكم ما الذي يحدث هنا؟ يبدو أنه فقد عقله. لا أظن ذلك، فكروا في الأمر، العاصفة، هاتف الذي يتصرف بغرابة، وهؤلاء الذين لا يعرفون حتى ما هو الفيلم. تقصد مثلث برمودا؟ أعتقد أنك كنت محقاً منذ البداية يا عبيد، العاصفة كانت بوابة للزمن. اعذروني، فالوقت ليس في صالحي، لقد أبحرنا عبر البحار السبع لنصل إلى هذا المكان. حياة أميرتي في خطر. أميرة؟ الأميرة عالية، أميرة بغداد. للأسف، لقد تم تسميمها على يد السلطان الشرير قادر. إنه ينوي الاستيلاء على عرشها، وعلي إنقاذها. الشيء الوحيد القادر على إنقاذ حياة الأميرة هو نجمة نشرة، زهرة صغيرة لا تنبت إلا في هذا المكان. زهرة؟ يبدو الأمر بسيطاً. أنا أتمنى لو كان الأمر كذلك. هذه الزهرة تنمو فوق شجرة عملاقة في وادي العقارب. عقارب؟ حسناً، على الأقل ليست أفاعٍ. وكذلك الأفاعي، الكثير من الأفاعي. علينا الذهاب الآن، هيا يا جبل. لحظة سندباد، ربما يمكننا المساعدة. ستقودنا هذه الأنفاق إلى الشجرة العملاقة. لم تعجبني الفكرة أبداً، يبدو المكان خطيراً. وهو كذلك، لا تلمس شيئاً. من قام بحفر هذه الأنفاق
قام بملئها بالفخاخ. اتبعوني، هيا بنا، هيا بنا. توقفوا. لماذا توقفنا؟ ها، هناك شيء ما. ها، بالفعل كما ظننت، الفخاخ ما زالت تعمل حتى الآن. وماذا سنفعل؟ نصنع دروع. ها، عظيم، إنك تبدو كمحارب حقيقي بالفعل. جبل، قم بصنع المزيد من الدروع لنا. لا، لم نتفق على هذا الشيء. سنكون بخير يا سالم، الخطة ناجحة. الموضوع بسيط، هذا أقوى ما لديهم. ساعدوني، ساعدوني. عبيد، لا تنظر إلى الأسفل لو مهما حصل. أفاعٍ، يا الله، أنا أكره الأفاعي. الذي في يدك. مستحيل. عبيد، الأفاعي. من الجيد أنك بخير. انظروا، ها هي نجمة نشيرة. تظنون أن هذا الجسر سيحملنا؟ لا. لا أظن ذلك. ضاع تعبنا. أن نفشل بعد كل هذا التعب يعني أن مصير أميرتي محتوم. ليس بهذه السرعة، أنا عندي فكرة. ما هذا الشيء؟ أعرفك على نانو، هو سينقذ الأميرة. مرحبا منصور. مرحبا نانو، عندي لك مهمة صغيرة. يا له من شيء مذهل. هذا نانو. أنا مدين لك بالكثير يا منصور، بل جميعكم ستكونون أبطالاً وستروى عنكم الكثير من القصص. منصور، انظر، العاصفة. بوابة الزمن، يجب أن نغادر الآن. خذ هذا كعربون شكر. مع السلامة منصور. أبي، بالتوفيق يا سندباد. نحن نبعد 20 دقيقة تقريباً عن نيويورك، لكن الغريب أننا متأخرون 8 ساعات عن وقت الوصول. ربما الموضوع له علاقة بمثلث برمودا.
كلامك صحيح يا عبيد، كلامك صحيح. تجربة هذا الأسبوع ستكون عن كفاءة الطاقة، ومهمتكم هي أن تعلقوا واحداً من أعضاء فريقكم في الهواء. هذا سهل، لكن من دون استخدام أي محرك. ليس سهلاً جداً. انقسموا إلى فرق، بعد ذلك يمكنكم بدء العمل على تجاربكم. استخدموا أي شيء يخطر في بالكم، وقد يساعدكم في تحقيق هدف التجربة العلمية. يمكننا أن نربط خيطاً بين كرسيين، بعد ذلك اثنان منا يجلسون على الكراسي وواحد ينام على الخيط، وربما هذه الفكرة ستنجح. فكرة ممتازة، شكراً. هذا ظلم. لا تقلق يا عبيد، لأن لا شيء من هذه مفيد. لدي أشياء أفضل في المنزل. ماذا عن هذه؟ أجل، أعتقد أنه يمكنها رفع أحد ما. يمكننا التجربة. حسناً يا عبيد، كن مستعداً. من المفترض أن ترفعوه، لا أن تغرقوه. ساعدني، لا أستطيع الوقوف. يمكنكم العمل على تجاربكم في المنزل، ولكن يجب أن تعرضوا التجربة غداً في الصف. دعونا نذهب إلى المنزل، لدي عدتي ويمكننا إنهاء العمل بشكل أفضل، أنا متأكد. سأذهب لأحضر سارة من الحفلة، أراكم لاحقاً. والآن كيف سننفذ هذه التجربة العلمية؟ ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل؟ ماء! لا لا شكراً، لدي عصير. لا، نستطيع استخدام ضغط الماء لكي نرفعك. كيف سيرفع هذا الشيء عبيد؟ عندي خطة. حسناً، يمكننا تنفيذ الفكرة بقاذف الماء عالي الضغط هذا. القاذف جاهز ومليء بالماء. نحتاج إلى ضغط أكبر. تمسك جيداً يا عبيد. نجحت الفكرة. أجل. ساعدوني، ساعدوني. أغلقوا المياه، أغلقوها. تقريباً نجحت الفكرة. يجب أن نجد طريقة أخرى. أنا مستحيل أن أكرر هذه التجربة مجدداً. اطمئن يا عبيد، سنفكر بشيء آخر. ها؟ لقد عدنا. وجدتها. لا أظن أن بالوناً واحداً سيرفعني إلى فوق. صحيح، واحد لا يستطيع، لكن مجموعة بالونات بالتأكيد سترفعك. لا تقلق يا عبيد، ما الخطأ الذي قد يحدث؟
أخيراً، بعد احتساب كل المعطيات، نحتاج إلى 48 بالوناً لكي نتمكن من رفع عبيد في الهواء. كم بالوناً نفخت يا عبيد؟ 200 تقريباً. ماذا؟ مهلاً، نحتاج إلى 48 فقط، ابق مكانك. ماذا؟ ساعدني! ساعدوني! ماذا سنفعل الآن؟ علينا أن نفجر 3/4 البالونات. ولكن كيف؟ ماذا يمكن أن نفعل؟ ماذا نفعل؟ نانو يستطيع أن يطير ويفجرها. نانو؟ ولكن كيف؟ ليس لديه شيء حاد. بسرعة، ابحث عن أي شيء حاد. أي. أوه، هذه ستساعدنا. مرحباً! ساعدوني! توقفوا! ساعدوني! ماذا سأفعل الآن؟ كيف سأنزل إلى تحت؟ لا تقلقي يا عبيد، لدينا خطة. نانو؟ عبيد، سننزلك إلى تحت. نانو، ماذا تفعل؟ منصور، أنا مرتبك وخائف. لا تخف يا عبيد، الخطة تنجح. كيف تعرف أنها تنجح؟ لأننا قمنا بكل الحسابات العلمية. قد تكون الحسابات العلمية خاطئة. أحد عشر، 12، 13، أحسنت يا نانو، بعد أكثر قليلاً. كم واحدة تريد أن تفجر؟ 142، 143، 144. نانو، لو سمحت فجر 3 بالونات إضافية. إنك تساعدوني! انزلوني الآن! أنا خائف! مرحباً عبيد! أخرجوني من هذا الشيء! هذا شيء كارثة! لكن ألم تلاحظ أننا نفذنا التجربة العلمية؟ نفذناها؟ أجل، يمكننا أن نرفع جسمك ب48 بالوناً. أي بالون إضافي سيجعلك تطير بعيداً، وأي بالون أقل لا يرفعك أبداً، فهمت؟ فهمت، لكن في الواقع أنا تكفيني هذه الكمية من المعلومات العلمية في يوم واحد. فلنرى الآن إن كان أحد منكم حل هذه المسألة العلمية. سنبدأ بفريق طارق. انظروا كيف سترفعني هذه الخيوط. محاولة جيدة يا طارق. منصور، هل نجح فريقكم؟ مهو.
هذا الأمر لن ينجح أبداً. من خلال البحث العلمي الدقيق احتسبنا كم بالوناً نحتاج بالتحديد لكي نرفع عبيد. وقد اكتشفنا أيضاً أننا إذا ضاعفنا عدد البالونات 4 مرات يمكننا أن نطير أعلى من الطائرة. نكتة جميلة يا عبيد. أستاذ، أنا لا أمزح. ها؟ هو يمزح صحيح؟ لا أستاذ. تهانينا لفريق منصور لحلهم المسألة بنجاح. أخيراً. نجحنا. أجل، نجحنا. نجحنا. لن تذهبوا إلى أي مكان. أوه لا، الرجل الخارق. لن توقفنا أيها الرجل الخارق. هذا ما تظنه أنت أيها الشرير. أيها ماذا كان النص مجددا؟ كان فليحضر أحد ما نص أحمد. يقولون إن هذا الفيلم مبني على قصة حقيقية. أجل، ولا سيما عندما يمسك بهم بطل خارق. لقد صدقتك. حسناً، ربما ليس بهذا المشهد، لكن الهروب من السجن قصة حقيقية. إنهم يصورون المشهد في المكان نفسه الذي حصلت فيه الحادثة. صحيح، من المفترض أن السجناء هربوا من السجن خلف هذه التلال عن طريق شبكة أنفاق تحت الأرض. انظروا، أوقع النص. هذه فرصتي لأقابل واحدة من أبطال الأفلام الذين أحبهم. هيا. نعم. مرحبا سيد أحمد حمدان، أنا أعتذر على الإزعاج. نريد فقط أن ما من إزعاج أبدا، أنا أحب أن أقابل المعجبين دائما. أتعرف، أنا كنت مثلك في يوم من الأيام. كنت أعشق الأبطال وكنت أراهم دائما كمثال الأعلى، لكن هذا لم يكن كافياً لكي يحولني إلى واحد من أكبر أبطال الإثارة. تعرف ماذا كنت من قبل؟ ماذا؟ كنت شجاعاً. بهذه الطريقة بالذات حصلت على الشهرة، لأن الشجاعة لم تكن تمثيلاً يوماً. إذا لم تكن شخصاً شجاعاً فلن تستطيع أن تمثل بشكل مقنع أمام الشاشة. الآن أنا لدي سؤال لك يا صديقي الشاب، أخبرني كم أنت شجاع؟ أعذرني إذا رأيتني ارتجفت قليلاً، هذا بسبب السقوط. والآن دعنا نبحث عن طريق يخرجنا من هنا بأسرع وقت. بالتأكيد أنا لست خائفاً لأنني مع أشجع بطل إثارة في العالم. تقدم لو سمحت. أنت محق، الحق بي. ساعدوني، فليساعدني أحد أرجوكم. لا تدعوني أقع، لدي زوجة، لدي عائلة. لا، أرجوك، هل يمكنك أن تساعدني؟ أكيد، تمسك.
الحافة قريبة منك جداً. لا أنجح أبداً. الحافة تحتك مباشرةً. إنها بعيدة جداً. هل يمكنك أن تساعدني لأتسلق؟ حسناً، أحاول أن تقترب نحوي. أوه، هذا منصور. مرحباً منصور. حسناً. أنت بخير؟ أنت بخير؟ لا أظن أنه يمكنني أن أتحمل أكثر بعد. لا تقلق، لقد تكلمت مع منصور وهو سيساعدنا للخروج من هنا، وأيضاً لا أظن أنه سيحصل لنا أسوأ مما حصل، صحيح؟ ما كان عليك فعله هو المحافظة على المفتاح. أنا خططت للهروب من السجن، وأنا أحضرت المعول إلى السجن. كل ما كان عليك فعله هو أن تحافظ على المفتاح، والآن أضعته. لا تعرف كيف تشغل السيارة من دون مفتاح؟ أنا عقلية إجرامية ولست للسيارات، لا أعرف كيف أشغلها من دون مفتاح. انظر المفاتيح. الآن يجب أن نخرج من هنا. أنت بطل الإثارة العظيم، هل لديك أي فكرة؟ أجل، سنتوجه إلى المخرج. حسناً، أي طريق ستختار؟ توقفوا. ساعدونا. ألو منصور، ساعدنا. يبدو أن المجرمين هربوا مجدداً من السجن كما هربوا سابقاً، وبالطريقة نفسها كأحمد حمدان في الفيلم. تماماً، حسناً، كيف انتهى الموضوع أول مرة؟ أنت مساعدة أحمد حمدان، كيف أمسكوا بالمجرمين عندما هربوا أول مرة؟ أعتقد أن الموضوع كان له علاقة بالكهوف تحت الأرض أو بإشارات نظام تحديد المواقع، صحيح؟ يمكنني أن أخبركم، لكن ستفسدون نهاية الفيلم. متأكدون أنكم تريدون أن تعرفوا؟ أجل! صحيح، تذكرت أنني وقعت على وثيقة عدم إفصاح، لا يمكنني أن أخبركم. عبيد، لم نتمكن من الحصول على مساعدة هنا، اسأل أحمد حمدان. لا أظن أنني سأحصل على أي مساعدة هنا أيضاً. سأرسل إليك موقع المخرج على هاتفك، حاول أن تتبع الطريق إلى المخرج، ونحن سنتصل بالشرطة. حسناً، منصور، الوضع ليس سهلاً كما تعتقدون. لا أصدق، الآن عرفت لماذا يحصل كل هذا. اسمعني جيداً، هناك شيء يجب أن تعرفه. ماذا؟ بصراحة، لا أعرف كيف سأقول لك، لكن أحمد ليس شجاعاً كما تعتقد. غير معقول. هناك شيء واحد يمكننا فعله عندما تأتيه الحالة. هو. أعطيه رداءه. أعطيه رداءه؟ أجل، رداء الرجل الخارق، شخصيته تتغير عندما يرتديه. فكرة ممتازة، لكن أين أجد الرداء بالتحديد؟ هل طلب أحد ما رداء الرجل الخارق؟ هذه آخر مرة أهرب من السجن معك. لا تتصرف هكذا، سوف نجد المفاتيح. كل ما نحتاج فعله هو توقف، ما كان هذا؟ ماذا؟ أين؟ انسى المفاتيح، دعنا نذهب من هنا. لن تذهبوا إلى أي مكان. اركض. إنه في كل مكان. من هنا؟ أخيرا وصلنا. بسرعة.
بسرعة بسرعة، فلنعد إلى النفق. أو هو أم الشرطة؟ لا لا، أبقوه بعيداً عنا، نحن نستسلم. أبقوه بعيداً عنا، نحن نستسلم. هذه كانت شجاعة كبيرة منك يا سيد أحمد حمدان. هؤلاء المجرمون خطيرون، الكثيرون قد يخافون من مواجهتهم. الخوف لا يخيفني حضرة الضابط، الشجاعة تجري في عروقي، ولدي كل المهارات التي تساعدني، وأنا تلقيت مساعدة من هؤلاء الشباب، وما كنت سأفعل أي شيء من دونهم. أحسنتم يا شباب، سأذكركم بشكل خاص في تقريري. أستطيع أن أتخيل نشرة الأخبار غداً، الرجل الخارق يلقي القبض على سجناء الهاربين، لا أصدق هذا. أريد أن أذهب إلى البحر الأحمر وأبحث عن سلحفاة البحر العملاقة. سلاحف بحر؟ سلاحف بحر عملاقة. هذه الأمور غير موجودة. بلى موجودة، انظر مكتوب على الإنترنت. لا تصدق كل شيء على الإنترنت، خصوصا هذا الموقع الذي يدعى وحوش الأعماق. أخيرا أنهيت تثبيت برنامج التعرف على الأصوات وتقليدها. لغة عربية لو سمحت. الآن يستطيع نانو أن يسمع مستويات الصوت وأنماطه ويدرسها ويقلدها. ما زلت لم أفهم. انظر. ها؟ هاي، ماذا جرى؟ اصبر قليلاً، سوف يعجبك الأمر. يا رباه يا رباه يا رباه، عجيب، كأنه صوتي تماماً. فارس عوض؟ أنت محق، أنا انبهرت، كيف فعلت هذا؟ هذا الروبوت يقلد صوتي؟ أجل، هذا الروبوت ذكي، يستطيع أن يتعلم طريقة كلامك وبعد ذلك يجري معك حواراً وبصوتك. من أين يمكنني شراؤه؟ لا تستطيع، أنا صنعته. هذا مؤسف حقاً، كنت أتمنى أن أستعين بشيء مثله. لم أحصل على إجازة منذ زمن، والآن يجب أن أعلق على بطولة كأس العالم لكرة قدم الشاطئ. حقاً؟ ربما نستطيع مساعدتك، نحن ذاهبون إلى هناك. أظن أن فرصتنا كبيرة هذه السنة في البطولة، نحن لدينا الأرض والجمهور. بالتأكيد، نحن سنذهب إلى هناك لكي نساعد المعلق. المعلق؟ كيف ستساعدنا؟ نحن عبيد. ركلة البداية مشاهدينا مع تركي في هذه اللحظات. هذه المباراة ليست سهلة على البلد المضيف، والذي سيواجه منتخب البرازيل في لعبة أصبحت دول أمريكا الجنوبية مسيطرة عليها في السنوات القليلة الماضية. آسف. لا مشكلة، يمكنك أن تخبرنا أين يمكن أن نستأجر قارباً ليوم كامل؟ طبعاً هذا يوم حظكم، أنا لدي واحد بسعر ممتاز جداً. بكم؟
مجانا، لكن إذا أخذتموه الآن وأعدتموه قبل المغرب، وهذا العرض خاص جدا. إن أخذتموه الآن الآن أي الآن الآن. عرض ممتاز. هذا ما كنت أحتاج إليه، يوم كامل للاسترخاء في البحر. أين هم؟ أين خبأت الحيوانات المهربة؟ ماذا حيوانات؟ أي حيوانات؟ المعلومات التي وصلتكم يا حضرة الضابط خاطئة. هذه لسلاحف البحر، إنها وجبتها المفضلة. رأيت؟ ولكن أين يمكن أن تكون السلاحف العملاقة؟ لا توجد سلاحف عملاقة يا عبيد، هذه كلها خرافات. لكن كما قال منصور، لا تصدق أي شيء تقرأه على الإنترنت. هل يمكنني أن أقود قليلاً؟ تعرف كيف تقوده؟ أجل، رأيت الشرح على الإنترنت. فارس! المياه رائعة، ما رأيكم أن نغوص في البحر؟ متأكد أنك لا تريد أن تأتي معنا؟ أنا سأحرس القارب. لا تنسى أن تقول للسلاحف العملاقة سالم يلقي عليك التحية. نداء إلى كل المراكب على ساحل جدة، تم القبض على مهرب حيوانات مشهور في المرفأ، لكن مكان القارب غير معروف. رقم تسجيل القارب 77. أكرر، نطلب منكم توخي الحذر الشديد. أوه لا، لكن لماذا نتوخى الحذر الشديد؟ اذهب، اذهب من هنا، اذهب، اذهب. يا ويلي، مطفأة الحريق، مطفأة الحريق. وجدتها، مطفأة الحريق، ولكن كيف أستخدمها؟ عرفت، مؤكد سأجد كتيب التعليمات هنا. لا 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 لا. حسناً، إذن سهل. لا 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 لا، هذا مستحيل. فات، ساعدوني ساعدوني، يجب أن أخرج من هنا. هذا غير معقول، ما زلت تريد أن تأكلني وأنا الذي أنقذت حياتك؟ هذه آخر حبة فراولة، وبعد ذلك لا أعرف ماذا سيحدث. عبيد، ذهبنا لنصف ساعة، ماذا جرى؟ القارب، إنه يغرق. لقد احترق القارب. ويوجد فهد متوحش يسبح خلفنا. فجأة اختفى إحساس الاسترخاء الذي كنا نشعر به. إنها قصة طويلة، ما يهم أن هذه آخر حبة فراولة. أنت ما زلت تنتظر السلحفات العملاقة حقاً؟ عبيد، السلاحف العملاقة ليست حقيقية، هذه خرافة. نحن الآن نحتاج إلى طريقة واقعية لكي نخرج من هنا. شباب، انظروا! اسمع،
حتى لو كانت السلاحف العملاقة موجودة، ماذا سنستفيد منها الآن؟ أقصد، أنا لا أعرف ما هو الأسوأ، الغرق أم أن يأكلنا الفهد؟ أو أن نفوت الجولة المجانية، لأنه من المستحيل أن نعيد القارب في الوقت المحدد. سأقول لكم كيف سنستفيد منها. شباب انظروا، توقفوا في مكانكم، معكم حرس السواحل. أظن أنه علينا أن نهنئكم الآن. ها؟ وجدتم القارب المهرب. المهرب؟ أجل، وكما ترون الفهد المهرب آمن وسليم. قلت لكم إنها قصة طويلة. عبيد، أمسك به. شباب، لقد رأيت حلماً غريباً، كنت محاصراً في قارب. هذا لم يكن حلماً. ولا حتى الحريق الذي حدث؟ لا. ولا الفهد؟ لا. وماذا عن فارس عوض؟ مؤكد أنه كان حلماً. ولا حتى أنا، بصراحة تشرفت بمعرفتكم يا شباب، لكن رحلة الاسترخاء كانت متعبة قليلاً، خصوصاً أنني لن أحصل على إجازة ثانية في وقت قريب. لكن نانو فاجأني بصراحة، أبدع في التعليق على البطولة، وهاتفي لم يتوقف عن الرنين. فليحيا نانو! جدي، أنا جاهز للتصوير، أنت جاهز؟ أجل، جاهز. سالم، عبيد، جاهزون؟ جاهزون. مشروع مادة العلوم، المشهد الأول، أكشن. فلنحقق في مسائل المواد الصلبة والسائلة والغازية. فكرة جيدة، انظر إلى المواد السائلة، يمكن أن تصاب أو تتدفق. لا نستطيع أن نمسكها بسهولة. لا، هذا أمر مستحيل. المواد الصلبة تحافظ على أشكالها ولا تتدفق مثل المواد السائلة. صحيح، وانظر هناك، عندما نسخن المواد السائلة تتحول إلى غازات. عملية تبريد السوائل تحولها إلى مواد صلبة. إن العلوم ممتعة جداً. أكيد يا صديقي عبيد. كات، ممتاز، ممتاز، أحسنتم. اكتمل مشروع مادة العلوم. ما هذا؟ اسمه تمثيل. لا لا، أقصد هذا. ماذا كانت تفعل؟ لا فكرة لدي، لكن تحاول أن تخفي عنا شيئاً. هذا لغز ويجب أن نحله. أكيد يا صديقي منصور. قضية الشمع الغامضة. هذه المتهمة هناك. هيا فلنلحق بها. هناك.
هل وجدتم أي دليل؟ لا يوجد شيء هنا. هيا نبحث هناك. مرحبا شباب. شمة، غريب أن نراك هنا. أجل، يجب أن أذهب، أراكم لاحقا. يبدو أن الحبكة بدأت تتعقد. إن قضية الشمة الغامضة تزداد غموضا. هيا لنرى إلى أين هي ذاهبة. أظن أنها رأتنا. بسرعة، هيا من هنا. بالتأكيد لن تعرفنا هكذا، هيا. ماذا يوجد داخل الطرد؟ هذا إطار صورة. ومع من تتحدث؟ على الأغلب هي تتحدث مع العقل المدبر. أجل، هذا التبرير المنطقي الوحيد. انظروا، إنهم آتون. هذا عمك وزوجته، هل يعقل أنهم العقول المدبرة؟ لا أظن ذلك، لكن الآن سنرى ونكتشف. ماذا يوجد داخل الطرد؟ بالتأكيد الكثير من المال أو مجوهرات. آسف. ها؟ بسرعة بسرعة، إنهم يذهبون. ماذا يثبت لنا الدليل يا دكتور عبيد؟ المتهمون أوقفوا سياراتهم بالقرب من المخرج كي يهربوا بسهولة تامة. استنتاج جيد، لكن ماذا تتوقع أن تفعل شما في الداخل؟ على الأغلب هي تبحث عن أغلى قطعة فنية كي تسرقها. حسناً، فلنذهب ونمسك بها متلبسة بالجريمة. أين ذهبت؟ هناك. ذهبت. شمة ماكرة جدا. لا تقلقوا، سنلحق بها. هيا أيها المحققون، من هنا. جرى، هذا اختبار جهاز إنذار الحريق. أو ربما هناك سرقة يا منصور. مستحيل. مستحيل أن تفعل ذلك. بالطبع لا. يا شباب فلنكن جادين، مستحيل أن تظنوا أن شم سرقت اللوحة حقاً، هذا صحيح؟ يا شباب انظروا إلى هذا. نانو، تستطيع أن تخبرنا ما اسم هذه اللوحة؟ اسمها ضوء الشرق، لوحة قيمة للغاية وحالياً تعرض في متحف المدينة للفن. تقصد أنها سرقت الآن من متحف المدينة للفن؟ شكراً نانو. اسمعوا، أنا لا أصدق أن شمة هي التي سرقتها، فلنقم بتحقيق حقيقي. إذا كانت اللوحة موجودة نتأكد أن شمة بريئة. إذن فلنبحث عن اللوحة. من المفترض أن تكون لوحة ضوء الشرق موجودة هناك. مستحيل. فعلاً سرقتها. لا 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 لا، لا أصدق. لقد تطور الوضع يا شباب. مستحيل. انظروا إلى الأدلة. تصرفت بغرابة في الحديقة وتصرفت بغرابة في المول. اشتغل جرس الإنذار. هربت شمة من المتحف مع اللوحة. واللوحة ليست موجودة هنا. لا لا، بالتأكيد يوجد تبرير منطقي. يوجد، شمة وأهلها لصوص تحف فنية، ويجب أن نخبر الشرطة. لا،
يجب أن أكلمها أولاً. ألو؟ مرحباً شمّة، كيف حالك؟ بخير، وأنت؟ الحمد لله، أنا بخير. أنا مع أهلي. جيد، نحن رأيناك في المول اليوم. لم أكلمكم. لا، ليست مشكلة، نحن متفهمون أنك كنت مستعجلة. أجل، أعتذر. ماذا كنت تفعلين اليوم؟ ذهبت إلى المنزل. ذهبت إلى المنزل فقط؟ أجل، كنت مضطرة. حسناً، حسناً. أجل، أجل، نراكم على العشاء في منزلنا الليلة. حسناً، مع السلامة شمّة. وداعاً. لا أصدق، لا أصدق، شمّة سرقت تحفة فنية من المتحف؟ وسوف تضعها في الإطار الذهبي الرخيص الذي اشترته من المول. هل ستأتي للعشاء في منزلكم الليلة؟ أجل، ماذا ستفعل؟ أظن يجب أن أواجههم، وسأحتاجكم معي. تفضلوا يا شباب. منصور، سأسافر الأسبوع القادم، لن أكون هنا يوم ميلادك. أحببت أن أشتري لك هذه الهدية. شكراً. أريتها للجميع ولقد أحبوها. يبدو أن العائلة كلها مشتركة في الجريمة. لم يكن سهلاً إيجادها، وكذلك لم أجدها في المول، فبحثت عنها في مكان آخر. كل سنة وأنت طيب يا منصور. وليس من مصلحتك أن تفتحها أمام الجميع. شكراً شمّة، شكراً. ماذا؟ ماذا؟ أنتم أسوأ ثلاثة محققين عرفتهم. لكن أنا لم أفهم شيئاً. دعني أشرح لك. ذهبت إلى المول اليوم لكي أشتري لك هذا الإطار، وذهبت إلى المتحف كي أشتري لك هذه النسخة من ضوء الشرق، لكن رأيتكم أنتم الثلاثة تلاحقونني متنكرين. لم أتوقع أنك رأيتنا. من الصعب جداً ألا أراكم. وماذا عن صباح اليوم في الحديقة؟ ها؟ كنتم تصورون ولم أحب أن أزعجكم. وجرس الإنذار واللوحة المفقودة. حسناً، إن المسؤولين في المتحف أخذوا اللوحة لكي ينظفوها، وانطلق الجرس صدفة. يبدو أنكم لم تقرأوا صحيفة اليوم. آسفون شمّة، لقد كانت الأدلة مقنعة للغاية. الأدلة تثبت أنكم تحبون المغامرات. وماذا عن الطرد المليء بالمال والمجوهرات إذن؟ رائع. إذن استنتاجكم خطأ، ماذا ستقولون الآن؟ من يريد تناول الكيك؟ كان عبيد يقرأ قصصاً قديمة عن البساط السحري. سوف يكون الأمر رائعاً لو استطعنا أن نصنع بساطاً سحرياً حقيقياً. ألا ترون أنتم أنني مشغول؟ أنت تحب هندسة الطيران، بإمكانك أن تجعله يطير؟ سيكون مشروعاً علمياً رائعاً. مشروعاً علمياً؟ تحضرون قصصاً خيالية وتتحدثون عن العلوم؟ أنا أفضل أن تدعوني أعمل. سالم، أين أنا؟ استيقظ الآن، هيا انهض بسرعة، لقد غفوت في الشارع. ها؟
نحن؟ كيف وصلنا إلى هنا؟ سالم، ماذا يجري؟ من هو سالم؟ لا تكن سخيفاً يا سالم، أعطني بعض الخبز. ثلاثة دراهم لو سمحت. حسناً حسناً سأدفع. لحظة لأرى إن كان معي ثلاثة دراهم. مرحباً منصور. ساحر، ما بك؟ أخفض صوتك، هذا نانو. اسمع، أنا لا أملك المال، ماذا أفعل؟ أي أنت ساحر ولص أيضاً؟ ابتعدوا جميعاً، دعوا السلطان يمر. احضروا لي هذا الولد. أنت ستصنع لي بساطا سحريا. لكن أنا لا أعرف أي شيء أبدا عن البساط السحري. أنا رأيتك وأنت تطير ذلك البساط. يمكنك أن تأخذه لو أردت. لا، أنت ستشرفني في القصر وستعمل على السجاد الفارسي الفاخر. لكن لا يمكنني أن أجعل سجادة تطير، أساساً لا أحد يستطيع. هو يستطيع. من هو؟ هو، أنا رأيت سحرة. خذوه إلى زنزانة القصر. أم تعرفون؟ خذوهم كلهم. ماذا؟ أنتم الثلاثة يجب أن تصنعوا لي أفضل بساط سحري، وإلا ها. لديكم حتى ليل هذا اليوم لكي تصنعوا البساط السحري، وإلا. طر مثل الصقر، حلق مثل الحمامة، افرد جناحيك مثل النسر. من المستحيل أن تطير بهذه الطريقة يا عبيد. من هو عبيد؟ ولكن مع من تتكلم أنت؟ أتكلم معك. انسى الموضوع، انسى. لكن إن رأيتك تتكلم مع البساط ثانية فسأغضب. أنت ساحر ولا تفعل شيئاً، على الأقل هو يحاول أن ينقذنا. أنا لست ساحراً، أنا مهندس ومخترع. لكن معك سحر في حقيبتك. معي نانو في حقيبتي، وهو ليس سحراً، هو رجل آلي. رجل آلي. مرحباً. هذا سحر، سحر. لا داعي للخوف، اهدأوا. جدي؟ لا، أنا حارس الزنزانة. حسناً يا سيد الزنزانة، إذا تريدون مني أن أصنع بساطاً سحرياً فأحتاج إلى أغراض. ماذا تحتاج؟ هذه الطاولة وخيوط وسلك ومطرقة، مسامير ومنشار لو سمحت. هل أحضر أيضاً أربعة من المراوح الكبيرة التي يستخدمها السلطان أيام الحرب؟ أجل لو سمحت. شكراً. فلنبدأ الآن بصنع بساط سحري حقيقي.
سنعرض على السلطان البساط السحري وبعد ذلك نستخدمه لكي نهرب. هاي يبدو لي أنكم لن تخرجوا من هنا حتى لو صنعتم بساطاً سحرياً. أتساعديننا على الهروب من هنا يا شمة؟ كيف تتجرأ؟ أنا الأميرة شمة. أوه، أنا آسف يا سمو الأميرة. تستطيعين مساعدتنا على الهروب من هنا أيتها الأميرة شمة؟ حسناً، أنا هنا كي أساعدكم. يجب أن أخذها إلى فوق. الحقوا بهم. هاي الحقوا بهم، يجب أن لا يهربوا. هيا. أوه، كان حادثا. لا تركيز لدي. مرحبا يا جماعة. هيا، الحراس سيمسكون بنا بسرعة. هيا بسرعة. وصلوا وصلوا. هيا هيا بسرعة. توقفوا مكانكم. ضاعوا في شر أعمالهم. ولماذا تصر أن اسمي سالم؟ وتعال يا شريكي. مع السلامة منصور. نانو، ساعدني كي أخرج من هنا. نانو؟ آسف، اسمي ليس نانو، أنا شاورما وطعمي لذيذ جدا. منصور، 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 استيقظ منصور. هيا، كنت تحلم حلوما سيئا. آه يا جدي، حلمت حلما غريبا جدا جدا. حسنا، أخبرني لاحقا، لأن هناك ضيوفا ينتظرونك في الحديقة. سالم وعبيد، يجب أن نصنع البساط السحري.